بسم الله والابن الروح القدس إله واحد أمين. زي ما أبونا كان بيقول إن النهاردة من أصعب الأيام اللي الواحد يتكلم فيها، لأن هيقول إيه ولا إيه ولا إيه، ومفيش أي حاجة تتقال قدام اللي اتعمل يعني. وساعات بيبقى الكلام يقلل من الحاجة، مش يعني لو الواحد معرفش يتكلم كويس ممكن يقلل من قيمة الحاجة. فربنا يساعدنا ان احنا ما نقللش من قيمة العمل العظيم اللي اتعمل لأجلنا. النهاردة بنحتفل بالصليب. الصليب هو قوتنا، الصليب هو حياتنا، الصليب هو شفائنا، الصليب هو كل ما نمتلك، هو سر كل بركة وسر كل نعمة في حياتنا. ولكن أحيانا بنشعر أن القوة دي مش موجودة في مواجهة العالم، في مواجهة المشاكل، في مواجهة التجارب، في مواجهة الشهوات. بنحس طب هو فين الصليب دوت؟ فين الصليب المسيح بشكل عملي في حياتي كل يوم وكل ساعة؟ فين الصليب في علاقاتي بالآخرين؟ وفين قوته؟ والصليب عمل لي إيه؟ فين الصليب في ضيقاتي؟ والحقيقة الصليب هو يدخل في كل حاجة وفي كل نقطة وفي كل إنسان، لدرجة إن بولس قال حاشا لي ألا أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صلب العالم لي وأنا العالم. حاشا لي أن أفتخر، يعني ما عندوش أي حاجة تانية يفتخر بيها غير صليب ربنا يسوع المسيح. كلمة قوية. مرة تانية أما راح كورنثوس يبشر فيها قال لهم عزمت ألا أعرف أحدا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. وكأنه يرى صليب المسيح في كل إنسان وفي كل شخص. أخشى إن احنا نكون عايشين في العهد القديم لسه، وإن قوة الصليب مش موجودة عندنا أو مش حاسين فيها أو مش عايشينها. ممكن أكون فاهمها بس ممكن أكون مش عايشها. طب إيه هو الصليب؟ إيه هو الصليب بطريقة عملية؟ الأول إيه هو صليب المسيح؟ إيه معنى صليب المسيح؟ صليب المسيح بمنتهى البساطة إن المسيح بمنتهى الضعف وبمنتهى الاتضاع وبكل الخضوع وكل الهيوميليشن، يعني مش لاقي لها كلمة بالعربي، قبل إن هو يحمل خطايانا، وبالضعف دوت لقى قوة ولقى انتصار وانتصر على الموت من خلال الضعف الشديد جدا جدا جدا. احسن حاجة تعبر عنها اللحن اللي احنا قلناه اللي هو بيقوله ان هو من كتابة القديس أثناسيوس، بيقول يا من اظهر بالضعف ما هو اعظم من القوة. هو ده الصليب، هو ده اللي يشفي، وعمل منه شفاء عن الخطية، شفاء للنفس، ادى حياة. طب ده معناه ايه في حياتي؟ ايه فرق ايه معايا؟ هل ده هيدفع البلات؟ هيعمل لي ايه الموضوع دوت؟ هيفرق معايا ازاي؟ في فرق ما بين ابقى فاهم كلام وان انا اكون عايشه. في فرق ما بين ابقى فاهم كلام واكون عايشه. وجايز اللي احنا عايزين ناخده ونتعلمه النهاردة ان احنا مش نبقى فاهمين الصليب، انما نبقى عايشين الصليب وعايشين قوة هذا الصليب. طيب لو انا فعلا اؤمن بالصليب يبان عليا ازاي؟ يقول كده بولس الرسول يحللنا المشكلة ديت، يقول لأعرفه وقوة قيامته، ما يدي الأول اللي هياخدها، وشركة آلامه متشبها بموته. لأعرفه، نقولها تاني، وإيه؟ وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها
بموته. يعني لو المسيح اداني مثل زي كده ان الموت يقود الى حياة، طب ما انا ماشي وراه، طب ما انا ماشي وراه. وازاي اشوف ان كل موت وكل مشكلة وكل ازمة تبقى هي دي الطريق للحياة؟ عن طريق الصليب، عن طريق الصليب. صليب المسيح قادر يحول كل موت في حياتي الى حياة. صليب المسيح قادر يحول كل ضعف في حياتي الى قوة. ازاي الكلام دوت؟ هقول حاجتين، واحدة منهم ايجابية واحدة سلبية. يعني واحدة احنا بنعمل فيها حاجة، وفي واحدة ما بنعملش حاجة، حاجة بتتعمل فينا. اوكي، حاجتين. الحاجة اللي بتتعمل فينا اللي هي ابونا اتكلم عنها، اللي هي حمل الصليب. يعني كل مرة يكون في ضيقة، يكون في مشكلة، يكون في أزمة، أعرف إن الأزمة دي هي دي السبيل إن هي تحررني، هي دي الطريق إن هي تفكني من كل أزمة عندي. فعلا زي ما عمل صليب المسيح يعطي حرية، مش عشان الألم نفسه أو الأزمة نفسها. الألم نفسه والأزمة نفسها كلها مشاكل ومقرفة وصعب إنها تتقبل. إنما أما تتحط جنب صليب المسيح يكون ليها معنى ويكون ليها قوة. عشان كده بولس الرسول ما تألمش كده، لا، ده بيقول أنا حامل في جسدي سمات المسيح. يعني إيه سمات؟ علاماته. سمات يعني السكارز. أنا شايل السكارز بتاعته من الخدمة ومن التعب ومن الرجم ومن المشاكل. قال لك أنا حامل دي، بس في نفس الوقت هو حامل قوة قيامة المسيح، وما كانش في حد قادر يقدر عليه. اليهود بكل طوائفهم في العالم كله ما يدروش على شخص واحد، بولس الرسول غير المسكونة كلها بقوة صليب المسيح. يقول في كورنثوس أنا جيت لكم لا بكلام حكمة بشرية لألا يتعطل صليب المسيح. أنا ما عنديش قوة غير صليب المسيح، وآلامي لوحدها تبقى صعبة ومتعبة، لكن أول أما أشوفها قدام صليب المسيح تبقى هي دي القيامة. فيوم ما يجي لي مشكلة أقول له يا رب أرجو إن هو ده يكون صليبك المحرر من كل خطية ومن كل ألم ومن كل أزمة. أحد الآباء القديسين بيقول إن كل الشهوات الجسدية، بيسميها آلام الجسد يعني أو أهواء الجسد، مش بتتعالج غير بآلام الجسد. موجودة دي فين؟ موجودة في الإنجيل. لأن من تألم بالجسد كف عن الخطية. طب ما الناس كانت بتتألم طول حياتها، اشمعنى دلوقتي الألم بقاله معنى؟ عشان صليب المسيح يدي قيامة ويدي تحرير، ويبقى الحال حاجة اللي أنا مش عارف أخلص منها طول حياتي. أول لما تيجي أزمة تروح فكة عقدة عند الواحد. عارفين زي ما قداسة البابا شنودة كان بيقول، ربنا ينايح نفسه، بيقول أما الواحد يبقى عنده أزمة كده ويحس إن إيه نفسه ضائت، يعني بيقول الأزمة أكتر من سعته، أكتر من احتماله. فعارفين أما يبقى حاجة أكتر من احتمال الواحد تحصل إيه؟ يعني مثلا لو أنا احتمالي بلونة كده صغيرة، البالونة دي اتملت بس مش سكتة، المشاكل عمالة ايه؟ عمالة تزيد. يحصل ايه؟ فرقع. اما يفرقع يحصل ايه؟ حرية. الفكة دي تحررني من كل المشاكل الموجودة بقوة صليب المسيح. زي ما كان الألم والشدة والناس بتشتمه وبتقوله لو كنت انت فعلا ابن الله انزل عن الصليب، انزل عن الصليب، هو محتمل 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 محتمل. واول لما قال قد اكمل
تفكت كل حاجة، وتفكد القيود، وتفك الشيطان، وتفك كل حاجة. قوة تحرير موجودة في عمل الصليب. ولكن اللي يفهم، اللي يفهم ان الآلام دي هي شركة آلامه، شركة آلامه، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد معه. لو هو اداني حاجة زي كده علشان يقومني وعشان يحررني وعلشان يديني قوة. طيب دي حاجة، دي الحاجة السلبية اللي أنا بتحصل فيها وأنا ماليش يد فيها، ألاقي حاجات جاية عندي في حياتي كده. طب دي هدفها إيه؟ هدفها تحررني من ذاتي ومن ضيق نفسي ومن السلفشنس بتاعتي، وتفكني من كل القيود اللي موجودة. هل في حاجة تانية؟ لا، هي دي القوة الوحيدة والأساسية للتحرير، تحرر الإنسان وتؤدي إلى الفرح زي ما ابونا كان بيقول كده بالظبط. الحاجة التانية مش بس المشاكل والألام، إنما الحاجات الواحد بيعملها أو الحاجات اللي أعطيت لنا في الكنيسة، زي العظة بتاعت القديس أثناسيوس، قال لك كل حاجة بتتعمل في الكنيسة على مثال الصليب. أما تيجي تبني كنيسة تبنيها على شكل الصليب، أما تيجي تحط تحطه فيها صليب، أما تيجي تصلي ترشم الصليب، أما كل تعمل كل حاجة تعملها بالصليب. وإحنا بنعمل كل ده، بس أخشى إن إحنا نكون فقدين قوته. طب إيه هي قوته؟ أو إيه هي معناه؟ إزاي نعيشه؟ إحنا جايين صايمين النهاردة، وأرجو إن إحنا نكون صايمين يعني. طب احنا صايمين ليه ومعذبين نفسنا ليه؟ ها؟ هناخد ايه من اللي احنا بنعمله ده؟ ها؟ اللي بقى يقول ايه؟ لا، الصيام ده تهذيب للجسد، ده في العهد القديم. الصيام دوت يعني بينهض الروح، عند البوذيين بيصوموا كتير قوي، صدقوني بجد مش بهزر، عندهم صيامات كتير قوي عشان فعلا الروح تعلى. وده في ديانات كده، في حاجات اسمها حاجات روحية. مرة دخلت لقيت لقيت بوك ستور بتقول سبريتشوال بوك ستور، فانا قلت حلو قوي. دخلت ما لقيتش فيه اي حاجة مسيحية خالص، كلها حاجات الروح وارواح وبتاع حاجات زي كده، طلعت اجري. فاحنا ممكن نعمل حاجات الارواح والحاجات دي، بس دي ملهاش علاقة خالص بصليب المسيح. يبقى احنا ممكن نعمل حاجة بس انا فقد قوتها، غير ان انا لما اصوم اقول ايه؟ غلاطية 5:24، الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات. يبقى انا يوم ما بصوم انا بدخل لقوة ايه؟ الصليب. ده انا يوم ما باجي اتناول، ده انا بوصل، ربنا بيوصلني ليوم الجمعة العظيمة اللي اتصلب فيها، ويديني من الكاس اللي نزل منه الدم والماء، ويديني من نفس هذا الكاس علشان يديني قوة الصليب. يبقى مش الجسد والدم زي ما ابونا كان بيقول مش حاجة بركة بناخدها، لا، ده انا بتواصل مع عمل الصليب واقول له يا رب قوة صليبك دي تحررني. زي في ناس شاطرة وهي بتتناول الدم تقول الآية اللي بيقولها بولس الرسول، دم ابنه يطهرنا من كل خطية. يبقى انا عارف انا ده انا داخل لينبوع الصليب، انا داخل ليوم الجمعة العظيمة الحقيقية اتناول من هذا الصليب. بلاش الصيام الكبير اللي احنا صمناه واسبوع الالام ده كله ايه؟ عملناه ليه؟ كل ده عشان النهاردة، هو صيام الصليب، هو ان احنا بندخل لنبع الصليب وينبوع الصليب، وبناخد منه نعم، وبناخد منه بركات، وبناخد منه قوة. كل الصيام اللي احنا صايمينه دوت احنا بصين على الصليب، نقول له يا رب شركة آلامك، احنا عايزين نصلب معك، عايزين نصلب الأهواء والشهوات، الحاجات اللي أنا بحبها ومحبة العالم والشهوة اللي مش عارف أخلص منها والعادات السيئة اللي أنا مش عارف أخلص منها، ممكن بقوة صليبك، قوة صليبك في هذا الصيام تحررني؟
كل عمل بنعمله، كل مطانية بنعملها، كل صوم، كل صلوة، هي دخول إلى نبع الصليب وأخذ من نبع الصليب. ما عندناش أي قوة تانية، ما عندناش أي قوة تانية. إسكان بالآلام أو إسكان بالخدمة زي ما بيقول بولس الرسول، أو من خلال الجهاد الروحي والصلوات اللي بنعملها. طب أنا بصلي ليه؟ ليه الصلاة اللي بعملها؟ وليه الأجبية وليه المزامير وليه الحاجات دي كلها؟ كل ده اتصال بهذا النبع، نبع الصليب. أسرار الكنيسة كلها عبارة عن قنوات، channels، توصل لنا إيه؟ عمل الصليب، وتوصل لنا قوة الصليب. إذن كل مشكلة في حياتي أحطها قدامي في الصلاة. يوم ما تيجي مشكلة أقول له أرجوك يا رب يا ريت تكون المشكلة دي جاية عشان تحررني. كم واحد يبقى ما بيصليش وتجيله أزمة يلاقي نفسه بدأ يصلي، بس إيه بيصلي؟ عشان إيه؟ عشان الأزمة تتحل. بس الشاطر اللي فاهم بقى الصليب يقول ده دي جاية علشان تحررني. فما يجي يصلي ما يصليش من أجل الأزمة، يصلي من أجل إيه؟ إن الصليب ده يشتغل، وإن إن الأزمة دي يبقى لها نتيجة. ياما بندخل في أزمات وياما، معقولة كل ده يبقى مش محسوب لنا؟ معقولة كل ده من غير نتيجة؟ معقولة كل الصيامات ديت تبقى مش متصلة بالصليب، والتناول دوت يبقى مش متوصل بالصليب؟ معقولة؟ مش دي خسارة؟ إنما كل أزمة وكل مشكلة وكل جهاد يتصل بهذا الصليب. ويبقى الواحد كل شوية يحس بتحرير من جوه، بيتفك، بيتفك من كل قيود. كم مرة الواحد يقول العصبية والنرفزة؟ طيب هنعمل ايه في موضوع العصبية والنرفزة دي؟ هنعترف بيها كل مرة زي ما مونا كان بيقول؟ نتعصب ونعترف، متعصب تاني طبعا. هنعمل ايه؟ ما هي الدنيا كده، الحياة كده، انت شايف انا عايش ازاي؟ هعمل ايه؟ لا، هقول انا عايز انا عبد. يقول كده في رومية 6، يقول انتم عبيد لمن تطيعونه، يا اما عبيد للجسد يا اما عبيد لله. اقول له ده انا عبد، انا عبد، انا عبد للسيجارة ديت، انا عبد للكاس دوت، انا عبد للنرفزة، انا عبد للذات. هتسيبني عبد؟ حررني. ويروح الواحد واخد الصيام من اوله وعمال يصوم ويصوم انقطاعي ويعمل مطنيات، مش عشان يترقى في الشغل، عشان يتحرر. ويقوم ربنا محرره من العصبية ويبقى زي الملاك. ده بقى المفروض يتزف معانا في زفة القيامة، لأن ده واحد قام، ده واحد قام، قام مع المسيح، شاف وحس بالعبودية وقرف منها وصرخ لربنا وقال بقوة صليبة، مش بقوة صومي. لا، مش الصوم هو الهدف، ولا الصلاة هي الهدف، ولا القداس هو الهدف، ولا الأسرار، إنما كل ده قنوات توصلنا لنبع الصليب اللي فيه القوة، اللي فيه التحرير، واللي فيه النعمة، واللي فيه كل نعمة. الأباء حطوا لنا ده بشكل في منتهى العملية، بس احنا ركزنا على الحاجات وسبنا الأصل. وناس تانية قالت لك انتوا بتعملوا حاجات شكلية وبتعملوا ريتشوالز وحاجات زي كده، سيبوها وركزوا على المسيح. الله، طب احنا ما نعرفش نوزن نفسنا ونعرف ان كل دي عبارة عن مجرد بس قنوات وطرق تؤدي للصليب، عشان اعيش هذه الحرية، وعشان اعيش فعلا فرح قيامته. صدقوني اللي بيبقى عنده مشكلة كده ويتحرر منها فعلا دي بتبقى قيامة، زي واحد فعلا أعمى وفتح، واحد ميت وقام. بس هتيجي ازاي؟
احنا دايما اللي عنده اه يا رب انا اديني علمني ازاي اصبر شويه وبكره اه وبالمره علمني كمان اصلي وبعده طب ما بنعس ما مش بعرف بنام بنسى. في واحد اضطر يعمل ريمايندر لنفسه يوم الاربعاء والجمعه عشان يعرف دي ايام اربعاء وجمعه ان هي صيام، حطها في التليفون ريمايندر اتس وينزداي، مش عارف مش فاكر طب اعمل ايه، وكل يوم حاجه شكل. وابونا النهارده يقول عايزين نبقى بيشنت، اه انا فعلا عايز اصبر، اه انا فعلا عايز احب قريبي، واروح احبه يوم وبعدين يزهقني اكرهه واكره ابونا والوعظه وكل حاجه. عبيد. بس كل فشل، كل فشل في الحياه الروحيه دي حاجه كويسه. ليه؟ بيبين لي ضعفي وبيبين لي ان انا ايه؟ عبد. لاني عمري ما هصرخ واقول له عايز قوه صليبك الا لما اعرف ان انا ايه؟ عبد. انتم عبيد لمن تطيعونه. عبد للحاجه دي، عبد للمعده، عبد للتفكير، عبد للمدير، عبد للشغل، عبيد. جه عايز يحررنا. وعبيد لانفسنا جوه في الهه بنعبدها. فبيقول انا هحرركم، بس كل مره تفشل اعرف ان انت عبد، وتعالى اصرخ وصوم بجد وصلي بجد وقول له ايه؟ اديني حريه مجد اولاد الله اللي هي بتيجي من صليب ربنا يسوع المسيح. عشان كده احبائي ده رجاء لكل اللي ما عندوش رجاء. كل واحد حاسس انه فاشل، بس يكون معترف انه فاشل، لان في ناس بيبقوا حتى رؤساء جمهورية ومش معترفين انهم فاشلين، وكل العالم بيقول لهم فاشلين وهم ما يعترفوش، بس كانوا في بلاد هنا او بلاد هناك. مش بقول على حاجة، انا يعني بتكلم كلام عام. لو اعترف انه فاشل ربنا هياخد باله منه وجايز يتحنن عليه، بس احنا ايه؟ مش بنعترف بهذا الفشل. الصليب ده للفاشلين واللي بيعترفوا ان هم ايه؟ فاشلين. انا حاولت وما عرفتش، حاولت وما عرفتش، وحاولت كتير وعملت حاجات كتير انا اللي عملتها، بس المرة دي بقى انا عايز اخد من قوة صليبك وعايز اعمل كل حاجة وانا باصص ناحية الصليب علشان تعطيني هذه الحرية. حاجة عجيبة قوي قوي. هحكي لكم قصة اتكررت كتير قوي. يعني بتاعت راهب من الرهبان القدام في كنيسة تانية، يعني مش الكنيسة الأرثوذكسية. وكان يعني زمان لحد وقت قريب كان في رهبان ويمكن كهنة ممكن يكونوا بيدخنوا حتى، فهو كان بيدخن، يعني كان داخل الكلية وتخرج من الكلية، واللي يتخرج من الكلية بيبقى راهب، فبقى راهب تخرج وهو ولا ليه في ربنا ولا ليه في أي حاجة، وبيشرب سجاير. وبعدين بدأ يعيا وحس إن هو هيموت ومش قادر يبطل سجاير. وساعتها ما كانش فيه الحاجات بتاعت زمان، دلوقتي بقى الباتشز ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، مش عارف يبطل وهيموت مش عارف يعمل ايه. فما غلب قوي قال لك انا هقعد اسهر الليله واقعد اصلي، وقعد يقول له يا رب انا فاشل، ممكن الصليب اللي احنا اتعلمنا عنه دوت اللي قارينا كلام نظري ليه ان هو بدي حريه تحررني، ممكن تحررني بهذه القوة؟ أنا فشلت، حاولت كل حاجة وفشلت، واعتمادي الوحيد هو عليك، اعمل فيها اللي انت عايزه، ولكن حررني من العبودية دي. تاني يوم الصبح لقى نفسه ايه؟ ولا عنده استعداد، حتى مش طايق ريحتها، بطل خالص، ومش بطل وبس،
ده كان عنده الموهبة بعد كده، إنما أي حد يبقى عنده بيدخن مش عارف يبطل، لو خد العلبة من جيبه يبقى خلاص الإنسان دوت ما يقدرش، مش ما يطقش يشرب بعد كده. ربنا أعطاه السلطان مش قومه، أعطاه السلطان إن هو إيه؟ يقوم آخرين. وهكذا كتير قوي بقوة الصليب. ال 12 ستيب بروجرام اللي معمول دوت عشان الناس تتخلص بيه من الألكول، ده اللي عمله كان واحد مسيحي وقال ده لا يمكن أي قوة تحرر الإنسان من عبوديته غير الصليب، لكن اللي يصبر ويقول له أنا وراك، لأن كل محاولاتنا هي محاولات بشرية وكل اعتمادنا هو على نفسنا، والواحد عمره ما بيستسلم إلا بعد 500 مرة ويعرف إن هو خلاص مش قادر. بس للأسف ممكن بيجيف أب أو بييأس بشكل سلبي، ولكن في يأس من الذات، من أنا مش هعرف حل مشكلتي، بس أنت هتعرف تحل، وأنا مركز معاك، وأنا مش طالب منك أي حاجة تانية غير دي، وده اللي هصلي له، وده اللي هصوم له، وده اللي هطلب له، فيدخل لي كل أعمال الصليب ويدخل لي كل قوة الصليب. ويبقى كل واحد فينا زي ما بقول قال مسيح، مش بس يعيش القيامة إنما يعطي القيامة، زي ما كانوا بيقولوا كده المسيح يعلم بسلطان وليس كالكتبة. الله، يعني ايه بسلطان؟ هو كان عنده سلطان؟ ما كانش عنده سلطان، ده الكتب هم اللي كان عندهم سلطان، سلطان لانهم كتبه، ما يقولوا حاجه ده واحد بوزيشن. انما المسيح كان السلطان بتاعه ان هو يحرر، اما يقول واحد ايمانك قد شفاك اتشفى، اذهب ولا تقعد تخطئ ايضا بسلطان، انا بقول لك روح والخطيه دي مش هتجيلك تاني. ازاي؟ ده بقوة الصليب وبعمل الصليب. ربنا يدينا احبائي ان احنا ما نبقاش مسيحيين عايشين في العهد القديم ولا بنعمل ريتشولز، انما كل شيء روحي بنعمله وكل شيء بيحصل في حياتنا وكل انسان بنشوفه هو بيوصلنا لعمل الصليب اللي فيه الفرح وفيه الحرية وفيه السلام وفيه القوة وفي كل احتياجاتنا، لأنها لكل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.